ظنوش ان الشعوب هاي اللي بتتعرض للاضطهاد وبتتعرض للتحديات انه هذا كله شر، لا ابدا، هو خير وفي نفس الوقت تطهير وفي نفس الوقت تخريج وقفز فيها، قفز في هذه الشعوب. ايران التدخل الروسي هذا شرعي، حزب الله يقول تدخل الروسي شرعي، ايوه خلص صار. اذا وين الناس اللي بتحكي في الاستعمار وما استعمار؟ انت يا اسد، وانا عارف انه مش الاسد، الاسد بتجيب انت الاستعمار لبلدك بس مشان تبقى على الكرسي، شو اسمه هذا؟ والاسد لانه علوي، هذه الفئة العلوية بتدافع عن نفسها، ورطها هو، ابوه ورطوا هذه الفئة. اثنين، طيب سواء استدعاهم الاسد، استدعى ايران ولا استدعى روسيا، هو استدعى ولا ما استدعى، اصلا ما لوش وزن يستدعي، لانه اللي بيشتغل الان في داخل سوريا مش هو، هو بظلهم يقولوا شرعيتهم في انه هو استدعى، ايوه هاي الرئيس موجود هو استدعانا بس. انتوا بتظنوا الاسد إله يعني حكم في سوريا؟ لا، هذا ايران واتفاقياتها الان مع روسيا. ايران بتبعث مش بري، ما هي ايران مشتركة بري من زمان، لكن يبدو افلست. نيجي لقضية افلست، نيجي لقضية افلست. ما قصدتش الافلاس المادي، بس لما ذكرت كلمة افلست اتذكرت الافلاس المادي. شوفوا روسيا قبل سنتين الدولار يجيب 30 روبل، حتى في مرة 27 الدولار يجيب 27 روبل، 30 31، هذا من سنتين. الآن اليوم الدولار، اليوم الدولار بيجيب 61 روبل. هذا مش نتيجة الحرب هاي، لا، إذا تدخلوا الآن حقيقة راح تشوفوا أمر ثاني. لا، هذا نتيجة هبوط أسعار البترول، هبوط أسعار البترول وأمور أخرى. ولذلك حاول بوتين يتفاوض مع السعودية، شو رأيكم نرفع الآن وضعهم صعب. تصور لما يكون البرميل يوم 45 ولا قديش؟ لما يكون 45 دولار، طب ما كان في قبل ما يبدأ كان 120 و110 و190 ماشي؟ طيب 45، طب الميزانيات هاي، وهذول متورطين في حروب، وهذول مرتبطين سواء ايران او روسيا. ولذلك شوفوا روسيا في تقديري واحد من اثنين، الان ممكن تجرب نفسها شهرين ثلاثة اربعة بعدين يدبر له طريقة، لكن اذا بظل متورط والشعب السوري شو ما كلف الامر مش راح يوقف، خلص انتهى. هذه خلص الشعوب لما تحمل سلاح، خصوصا شعوب مؤمنة، على فكرة مؤمنة مسلمة ترفع سلاح، خلاص في الاول بيكون الانسان زي ما تقول متردد وخايف على الدار وخايف على المزرعة وخايف على المحل وخايف بعد، بس لما العجلة بتمشي وبشوف الان ما فيش رجعة خلاص، وبعدين بيخافوش من التضحية المسلمين وجاهزين. وبالتالي اياكم تظنوا انه التدخل الروسي يعني بده يحسم الامر ويعيد الاسد للحكم، لا، الروسي اذا تورط في قبلها الحروب الصليبية اللي قال عنها لافروف، من قبلها قال بوش قالها، وبعدين ما انتوا شفتوا انهيارات 2008، والساعة لقدام شوية راح تشوفوا في سنين شوية، بدها سنين شوية شوية شو بصير الدولار وشو بصير امريكا اصلا، تمام؟ وهيو الاتحاد السوفيتي من قبل ليش انهار اصلا؟ الاتحاد السوفيتي حكم كان ديكتاتوري الى ابعد الحدود ومسيطر على كل صغيرة وكبيرة وعلى الحدود، على الحدود، الان مش على الحدود على فكرة، الان مش على الحدود. وحتى تعرفوا ايش روسيا، ما هي من فترة بسيطة هي احتلت القرم وباسم انه صار انتخابات في القرم وانضمت القرم لروسيا، قال عرفتوا ايش روسيا؟ قال ملهاش ماضي استعماري. طب القرم هاي جزيرة القرم بتدخلها روسيا وبتقالوا بيعملوا انتخابات، والشعب بطلب مين؟ بطلب ينضم لروسيا. وبالتالي هذه الجمهوريات اللي طلعت من بطن الاتحاد السوفيتي، اذا بوتين بظل بنفس الطريقة على فكرة بتروح بترجع اوكرانيا بترد تنهضم، وجورجيا بترد تنهضم، وغيرها على فكرة.
غير هذا مشهور، الروس مشهورين عبر التاريخ بإجرامهم ها واعتدائهم على الشعوب، مشهورين في هذا الباب سابقا، وخونة على فكرة، خونة في زماناتهم، سلموا أسرار صدام للغرب، أسرار صدام وأسلحته سلموها للغرب. طب ما حليفكم صدام، لا هذول بيبيعوا بشتروا، وإياكم تظنوا أنهم حلفاء الأسد، لا هم هذا صراعهم مع الغرب في الصيد والمصالح في المسألة، ولأنه هم انكرشوا من أكثر من مكان، والآن بدهم ينتقموا لأنفسهم، لكن ممكن تكون ورطة لهم.